ده كل اللي أعرفه عنهم. كلنا كنا بنتعامل بأسامي حركية. المخزن حتى ما أعرفش مكانه. طب ما تحكي لي كده، مين اللي ادالكوا خط سير مبروك؟ أنا اللي أعرفه إنه كان واحد قريب منه. ما تأكد لي على المعلومة. ظابط في المرور دفعته وصاحبه. اسمه عويس، محمد عويس. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 سيادة اللواء. ده إيه النور ده معاليك؟ أهلا أهلا. أنا محمد بيه. أهلا. مش سعادتك تقول إنك جاي، كنا فرشنا الأرض ورد. معلش، في مأمورية بس سريعة كده ومهمة مع الزملاء في الأمن الوطني، وعايزك تبقى معاهم. أوامر يا باشا. حاضر، أوامر. بس ينفع أسيب الوحدة النهاردة كده؟ ده الدنيا زحمة عندنا قوي. ما تقلقش، في ضابط تاني جاي هيخلص حاجة الناس. مأمورية بسيطة يا بيه وهنرجع على طول. أهلا يا باشا. أهلا يا باشا. أهلا أهلا. طيب حاضر. ادوني بالظبط 5 دقايق هروح اغير هدومي وارجع لكم حالا. مفيش وقت، مش هينفع. اتفضل يلا. اتفضل يا محمد بيه. اتفضل يا باشا. اتفضل 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 يا باشا. ايه يا باشا اللي بيحصل بالظبط؟ احنا رايحين على فين؟ نورني برضو. معنا اذن من نيابة امن الدولة بالقبض عليك. وانت عارف ليه؟ هو اللبس اللي انت مش تلبسه تاني، احنا جايبين لك غيره. في ايه؟ في ايه؟ من صاحبك! ده من صاحبك! انا ما عملتش حاجة! ده ده ايه يا بطل؟ ايه مش هوا! انت! انا ماليش دعوة! انا هديت عشان خاطري! يا اطفال! لا! انا ما عملتش حاجه. صل حقي. ما عملتش حاجه. مش حاجه. ما عملتش حاجه. مبروك بيتكلم عليه ازاي؟ زكريا، ايه اللي بتعمله ده يا زكريا؟ اتفضل روح وما تجيش غير لما اطلبك. انا اسف سيادتك، حقق معاه بالراحه. اسمع الكلام يا زكريا، اتفضل. حاضر سيادتك. وما تخليش حد في البيت يعرف حاجه. أوامر سيادتك. وأنت يا جاد؟ أمرك يا باشا. كمل تحقيق معاه. تحت أمرك يا باشا. الحمد لله على السلامة. يا جماعة المكان المتطرف ده. بص، إحنا بنيجي هنا على طول. إن شاء الله هتتبسط جدا. بقولك إيه؟ تعالى تعالى نخش. يلا يلا نتفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا نادي، ايه يا حبيبتي؟ مش عايزين حاجه وانا جاي في الطريق؟ لا انا زي الفل. ده انا حتى عندي خبر حلو ليك لما اجي اقول لك عليه. مع السلامه يا حبيبتي.
رفعت باشا. ايوه خير يا رمسي. واحنا بنتابع الانترنت بتاعت العيله اللي اتسببت في استشهاد مبروك الله يرحمه، لقينا واحد فيهم في الشارع بتاع بيت زكريا، شكلهم هينفذوا حاجه لله يا فندم. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.